أعطاكم عمره. لا لا سعاد سعاد يبا يبا وسع بالك يا بدر. استغفر الله العظيم. استريح استريح. الله اذكر الله يا ولد اذكر الله. الله يرحمك على من صوت ويغمد روحك لينا. لا طال عمرك، لمحي ما حددنا وقت الدفاع. انا جيت لمحي ما استلمناها، موجوده في الطب الشرعي. ناخذ الورقه وندفن ان شاء الله. اي نعم طال عمرك. حاضر. اول ما نستلمها اتصل فيك تليفون. مع السلامه. يا ولدي ليش ما سلمونا الجثة للحين؟ إكرام الميت دفنه. يا عمي أنا سألتهم أكثر من مرة، كلمتهم قالوا لي هذه إجراءات. على ما تخلص الإجراءات استريح يا عمي استريح. ترحم ترحم يا عمي ترحم عليه. الله يرحمك يا عمي. الله يرحمك ويغمد روحك يا اللهم امين يا رب. قول عاد احمد. هلا قجر الله خير ايش عندك؟ هذا تقرير وفاه رجل الاعمال سعود العم. ايش فيه؟ للاسف التقرير يقول
ان سعود العوم توفى نتيجة حقنة بالوريد بمادة ادت الى وفاته. المرحوم سعود العوم الله يرحمه كان مريض بالسكر وكان ياخذ ابر انسولين، والكل يعرف كذي. بس ابر الانسولين ما تنوخذ بالوريد. معقول سعود العوم ياخذ ابره بالغلط بالوريد بدل العضل وهو رجل دقيق وحريص؟ ما اعتقد ان سعود العوم ممكن يسوي كذي. تعتقد من اللي اعطاه الابره؟ قصدك تقول من اللي اقتله؟ اقتله؟ يعني جريمه قتل؟ اي نعم، جريمه قتل ومدبره بعد. انا انتابني شعور ان في شيء ورا وفاه المرحوم سعود العوم، ولازم يكون اللي اقتله واحد قريب منه. اسمع نقيب جمال. نعم سيدي. كل اهل بيت سعود العوم واللي حواليه مشتبه فيهم، لانه ممكن يكون القاتل واحد منهم. ابدا بالتحريات وجمع المعلومات. حاضر سيدي. احنا قدام جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد. بدر هدي يا ابو هدي. الله تبو يا سالم. الله يرحمه الله يرحمه يا عمد روحي لنا ان شاء الله. ما دام عمي مولود ان شاء الله احسن له، خلينا ندخل ان شاء الله. الو هلا طول العمر. هلا. لا والله لمن الحين. بس يا يبا بس اذكر الله. لا اله الا الله. قوم يا يبا قوم توضى وصلي لك ركعتين. خلاص يا بدر خلاص. امي ما تعرف. عظم وجهك يا بدر وبقى براسك. اجر وجهك. مثواه الجنه ان شاء الله. قولوا امين. امين. اطلب له الدعاء. الله يرامك يا عيب. الله يرامك يا عيب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله. رابع. هلا. رابع انا تعبان يا رابع. تكفى عطني التموين. عطني التموين انا تعبان. بدر. مو وقت الحين. ها أنا تعبان عارف أنا تعبان. إيه بس مو وقت هني. تعبان أنت مو حاسبيني. عروف خلى الرجال تعبان، وهذا ولد سعود العوم ولد المرحوم، من لنا غيره. أقول تعال معي على شرابك وكلامك كله أوامر. لا 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 اسمع كلامي فهمني زين. ما حصل الصفحة الأولى نصها مو مشكلة، الصفحة الأخيرة هو بكيفهم. هو ها ها سعود العوم. مزاجي مليت وانا ضايق خلقي. حاضر حاضر يا الوريث حاضر. ماكنك السرية ها؟ استانس. طبوح وانا مالي شيء بعد انت بي؟ هي دي. حاضر حاضر يا ولد عم الوريث. يا سلام يا سلام. استانس استانس انت وياه. يا سلام عليك. شوية مو وايد شوية. واحد شوي عدل مزاجه. عدل. واحد. عظم الله أجرك. عظم الله أجرك. شد حيلك يا ولد عمي شد حيلك. الوالد راح يا ولد عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول. أقول. هلا. قوم وخل نروح داخل نشوف شو السالفة. يلا قوم. الله يرحمك يا ابوي. عظم الله اجركم يا جماعه. عظم الله اجركم. اجرنا واجركم. لا
للحين ما استلمنا جثه؟ اكرام الميت دفنه. هذا الكلام اللي كنت ما بقوله الحين، وخصوصا بوقت مثل الوقت هذا. لكن الضرورة احكام. انا اسف اني اقول لكم ان سعود العوم مات مقتول. شنو؟ شو اللي قاعد تقوله يا حضرة الضابط؟ ابوي مات مقتول؟ اي نعم يا سالم. للاسف ان هذه الحقيقة. ابوك مات مقتول. ما في غيرها يا حضرة الضابط. حنان ايه هي اللي اقتلت ابوي؟ تبي تارثه عشان تصرف على فواز الكلب هذا. لكن ما في غيرها. حنان ايه هي اللي اقتلت ابوي؟ لا تستعجل يا سالم. التحقيق للحين ما خلص. واكيد بالنهاية راح نعرف القاتل منه وياخذ جزاه. لو سمحت يا جماعة. خير يا وليدي. انتم ممنوعين من السفر لغاية ما نخلص اجراءات التحقيق. وانا حضرت الضابط ممنوع بالسفر معاهم. انت من عائلة العوم؟ لا لا لا، انا رفيجي بدر. ما عليك شيء. مشكور، احسن الله عزاكم. جزاك الله خير. مثل ما قلت لك يا حضرت الضابط، ما في غيرها. حنان هي اللي قتلت ابوي. يا حضرت الضابط، انتوا لازم تراعون حالتي. اللي مات هذا زوجي، وعلاقتي فيه ما كانت اي علاقة، كان قطعة مني. فأرجوكم راعوا حالتي. احنا مقدرين هالشيء، بس انت لازم تجاوبين على اسئلتنا عشان نعرف الحقيقة. ايش تبون تعرفون؟ نبي نعرف سبب رجوعك للبيت، مع ان المرحوم طردك بعد ما عرف علاقتك مع فواز. المرحوم اكتشف الحقيقة وعرف اني انا مظلومة، وياني البيت واعتذر مني وترجاني ارجع، وأنا سامحته لأني أحبه. أنتم ما تعرفون شنو يعني حب؟ أخت حنان، في عندك أي دليل على الكلام اللي قلتيه هذا؟ عمتي وعمي ورفيجتي نوال كانوا يعرفون كل شيء. ما في شو ثانيين؟ مع الأسف لا. الحقيقة يا حنان، كل أصابع الاتهام موجهة لك قتل زوج سعود العوم. أنا؟ إيه نعم أنتي. ما حد له مصلحة بقتل سعود العوم غيرك أنتي. أنا؟ للأسف أنا مضطر أحجزك على ذمة التحقيق ليه ما تعترفين؟ أعترف بشنو؟ أني قتلت زوجي؟ أنا مظلومة وبريئة بعد. لا حول الله يا ربي، لا حول. اذكر الله يا بنت الحلال. طولت داخل يسوون معاه، طولت. هذه اجراءات لازم يسوونها. كل هذا قاعدين يحققون معاه، مو معقوله بنت بريئه. انا عارفه ان بنت بريئه. ان شاء الله بريئه. الله يسمع منك. بنيتي يما، وين بودونك؟ بودون السجن يا عمتي على ذنب التحقيق. بسجنونك. اي لا تخافين، راح اطلع لان انا بريئه. ان شاء الله. الله معك يا يما، الله معك. يحفظك ربي. ان شاء الله. يحفظك ربي. لا 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 لا. حسبي الله ونعم الوكيل على الضبوط جدتي. حسبي الله ونعم الوكيل. اذكر الله. ما علي، بنتي بريئة لازم تطلع بأي طريقة. أنا قاعد أقول لك. إن شاء الله أحط لها أكبر محامي بالديرة وإن شاء الله تطلع. وين رايحة؟ أمشي. لا أروح أطلع. أمشي. توكل على الله. أمشي. Thank you.
هذا يزاهه وأقل من يزاهه. خاينة. كافي اللي سويته في أبوي هالمسكين الطيب اللي أمن عليها عطاها وعزها ورزها وقعدها بين أهله وعياله تعبانة. صدقون عاد؟ أنا واثقة اللي سويته كانت متفقة مع فواز. أكيد أكيد ماكو غيره هذا. حسبي الله عليه حسبي الله عليه ونعم الوكيل. شلون طافنا موضوع فواز وحنان؟ قلت لكم من البداية هذه حية رقطة قصت عليكم بحكيها المعسول، لكن انتم ما صدقتوني. أخيرا يا سالم بيصير كل شيء في إيدك، أخيرا بتصير الآمر الناهي في هالبيت. الخالة تهاني بتخف شوكتها في هالبيت. أخيراً بقول وبسوي اللي أبي، دام زوجي المسؤول الأول والأخير على الحلال بقول وبسوي اللي أبي. وأخيراً صار اللي ببالي. بدران ترى ربوح قلبه عليك وخايف عليك، وأنا خايف من أخوك سالم، خايف إنه ياخذ الحلال كله ويمشي وتطلع أنت حافي منتف. اسمع، شوف أنا حذرك ونبهك، لا تجيب طاري عيال العوم إلا بالخير، فهمت؟ وفلوسك بتوصلك، غير كذي ولا كلمة. لكن يا بدر، ولد عمي قال لك بيعطيك اللي تبيه، خلنا الحين ننتعش شوي. تعال بالدور. بدور اكرم بسكوتك. يعني خلاص يا حضرة الضابط بتحولون حنان النيابة؟ يعني الحين التهمة لاصقة فيها لاصقة فيها لا محالة. للأسف ما في قدامنا أي دليل قاطع للحين. الحبس أذمت التحقيق وبس. الجريمة اللي صارت جريمة غامضة، بالحالة هذه الكل ممكن يكون متهم بأي لحظة. ما في غيرها يا حضرة الضابط، حنان ما في غيرها. عيال منو بيقتله؟ واحد من عياله؟ طبعا هذا مستحيل. ما في شيء اسمه مستحيل بهالوقت، كل شيء جايز. اظن انت خالة تهاني. اي نعم انا تهاني. اخ سالم. نعم. ممكن اقعد مع الخالة تهاني على انفراد؟ حقه بس انا كم سؤال. من حقي. تفضل. خالة هاني بسأل سؤال محدد وصريح ما يحتمل إلا إجابة واحدة، منو تعتقدين قتل سعود؟ الإجابة سهلة يا حضرة الضابط، ماكو غيرها. المجرمة حنان إيه اللي قتلته؟ وش معنى حنان بالذات؟ بنية شابة وجميلة مثل حنان والمستقبل قدامها، ش حقت تزوج واحد شايب مثل سعود؟ تحبه؟ أكيد لا طبعاً، تحب فلوسه، وعلشان تستولى على فلوسه لازم تتخلص منه. إيه بس اللي عرفناه من التحريات أن المرحوم كانت علاقته سيئة مع أهل البيت كلكم بلا استثناء. حضرة الضابط، سعود الله يرحمه كان إنسان وايد عصبي وما ينتحاج، كان إنسان متسلط واللي يبي يسوي. أكيد بتكون بينه وبين كل واحد فينا وقفة نفس، بس هذا مو معناته أن عياله يذبحونه. عياله يحبونه، أنا عارفتهم، هذيلة تربيتي. ولا لا يكون قصدك أنا اللي ذبحته؟ هذا اللي تلمح له يا حضرة الضابط؟ هذا اللي تبي توصل له؟ ليش لا؟ كل شيء جايز. حضرة الضابط، أنا عشت عمري كله بهالبيت، هالبيت هو اللي ضفني عقب ما تطلعت من ريلي، وعقب وفاة أختي الله يرحمها عاهدت نفسي أني أكرس حياتي لعيال أختي،
أعوضهم حنانها وأصير لهم الأم. سعود هو اللي طلب مني هالشي، طلب مني أتم معاهم بهالبيت أربي عياله. وقتها سألت نفسي أقدر أتحمل مسؤولية هالبيت والعيال؟ وفعلا تحديت نفسي وقدرت. تعتقد عقب ما ضحيت بنفسي وحياتي وشبابي علشان أربي عيال أختي أصير مجرمة وأحرمهم من أبوهم؟ مسكين عمد وعلال مظلوم في حرام عليكم. حرام السلام عليكم. السلام. أنتم منو؟ احنا الشرطة بابا. يعني شو الشرطة؟ الشرطة اللي نلقي القبض على المجرمين. احنا مو مجرمين. بعدين حرام عليكم، ليش تمسكون عمت عنان؟ عمت عنان ما سوت شيء، مسكينة هذه. حرام. انت منو؟ انا محقق كنن. حرام عليك، طلعوا عمت عنان. عمتك حنان راح تطلع اذا كانت بريئة، والعدل لازم ياخذ مجراه يا كنن. عطني 100 فلس. يلا 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 قوم. يا عجيب والله عياكم والله. اقول ترى انت هني بمكاني. يلا قوم روح بيتكم. يعني انطلق. انطلق. بس اقول لك وانت طالع اخذ الباب وياك. وانت تقعدون من غير باب؟ قصدي سكر الباب وياك. اوكي يلا يلا. السلام عليك بدران. اسمع ترى انا بترياك على سالفة الفلوس، مو تأخر علي. اكره شيء انك تخلف بوعدك. سمعت؟ لا تخاف، انا وعدتك والحين ضيع لهم البيت وبيتوا لهم صرفة. لازم اخذ حقي واللي يصير يصير. بس انت اصبر علي شوي. اصبر. انا راح اصبر وصبري لا حدود يا بدران. زين. تدري ليش بصبر؟ ليش؟ لاني صابر. وانا طول المدة عبالي رابع. نورة متى اخر مرة شفتيها يا ابوك؟ هني بالحديقة، قال انه تعبان وطلع ينام. ومن قالت انه توفى؟ سمعنا صراخ زوجته حنان، فرحنا بنشوفه ولقيناه ميت. في احد منكم ما كان موجود بالبيت؟ الكل كان موجود. نورة الدفتر هذا دفترك؟ هذا دفتر مذكراتي. اقدر اشوفه؟ مو من حقك. نورة تتوقعين من السبب في موت ابوك؟ انا اعرف القاتل. تعرفين القاتل؟ منو يا نورة؟ ما اقدر اقول. نورة نورة اعطوني 100 فلس. ايش رايك يا جماعه بكلام نورة؟ نورة توها صغيره، اكيد قالت الكلام هذا عشان تثير الاهتمام. واذا كان كلامها كله عدل؟ ما اعتقد. انت شايف كذي؟ اي نعم شايف كذي. انا اقول خلينا نكمل تحقيقاتنا ويصير خير بعدين. اذا كان كلام نورة صحيح راح يبين بعدين. القاتل لابد انه يغلط ولو غلطة واحدة. كلامك صحيح، لابد ان القاتل غلط وطيح بديننا. احنا ليش ما فكرنا من قبل ان سعود العوم ممكن يكون انتحر؟ معقولة؟ سعود العوم ينتحر؟ ليش؟ فلوس قصرته؟ ولا ما عنده بيت يسكن فيه؟ ولا ما يقدر يتزوج بدل الوحدة اربع؟ سعود العوم من انجح واغنى رجال الاعمال بالديرة، وله مكانته داخل وخارج الديرة. مستحيل سعود العوم ينتحر. متى بتوزعون الورث؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ابوك بعد ما اندفن وانت قاعد تحكي عن الورث؟ يبا ابوي مات الله يرحمه. انا ريال ابي فلوس. انا ريال عندي مشروع صغير كذي ولازم ادشه.
أبي نصيبي؟ يا شنو؟ احنا مرتاحين لا في حياته ولا بمماته؟ جب ولا كلمة، كلمة زيادة ما بأسمع. قوم اذلف روح غرفتك. يبا شي انت سمعيني، انا ريال ابي حقي، ابي حقي يبا، فاطلع من البيت بفتك منكم مليتي ما مليت. انا ريال بعيش حياتي بكيف، ابي اسوي اللي ابي بدون لا اسمع صوت ابوي يزن براسي. يبا انا ما في شيء يذكرني بابوي، ما في شيء يذكرني بالاسطوره سعود العم. حشم حشم انصاحي، انت فسخت الحياه مره واحده. مع الاسف فقدت الاحترام والحياه حتى حق نفسك. يا سلام. يا سلام عليك. عجبتني هذه، فسخت الحياه. ايش فادني في العيا؟ ما تقولي لي ايش فادني فيه؟ ولا شيء. خلوا العيا لكم. ادم بس ولا كلمه، ابي اسمعك تلفظ الفاضي مثل هذه مره ثانيه، ترى قصص انا قص فاهم. يا سلام يا عميد العائله الجديد بدر، تحيه. عودتك تمثل علي دور سعود العم. ما يمشي، لكن لا يا اخوي يا عميد العائله، انا بحقي ابي حقي بفتك منكم، ما بيجوا بعد غصبوا بليت منكم، ما بيجوا بعد. يا يما كافي فضحتنا، كافي اللي قاعد تسويه، قاعدين نقول لك ابوك بعد ما اندفن. دفنتو ما دفنتو، انا ابي حقي، ابي حقي جرين، ابي حقي جرين. يا عميد العائلة، الله يسلمك. البيت مال يا خالتي مال، ايش تبينا نسوي؟ وينك اخوي سعود؟ هدي نفسك يا مبهرك، لا تسوي كذي، ادعي له بالرحمه. الله يرحمك يا اخو، الله يرحمك، غمد روحك يا سعود. الله يرحمك يا ابو سعود. يبا تكفى تكفى على شعري، تكفى هدي انت خلاص، هو مات وارتاح، يبا تكفى لا تسوي كذي على شعري. احنا ما احنا عارفين من اللي ذبحها وليش ذبحها وعلشان شنو. هذه بعد ما يبي لها تفكير، هذه اكيد زوجته، ايه اللي لها مصلحة بقتله. الله يرحمك يا ابو سالم. والله يا يما ما ندري اذا كانت هي ولا غيرها. كلامه صح يا مر، شلون نظلم زوجته وانا ما ندري؟ الظليمة حرام، يمكن غيرها هو اللي قاتله. الله يرحمك يا اخوي سعود، الله يرحمك ويحسن اليك. هاي القهر بدير بيوم وليلة يصير مليونير، لا تشيل هم، باكر بياخذ نصيبه من ورث ابوه وانت نغنق. بس مثل ما اتفقنا مو تنسى. افا افا عروف، انا انسى؟ انت حبيبي، انت الخير والبركة، بس اقول ابي همتك معاي عاد. ها شلون؟ قلت لي شلون نبي نسحب منه فلوس كثر ما نقدر. ما يحتاج، الذهب الابيض مخليه خاتم بدينك، ما يحتاج همتي. وانت صادق ربوح يا خوفي يجي يوم من الايام وتسوي فيني مثل ما قاعد تسوي بولد عمي بدر. افا افا يا عروف، ما هقيتك تقول الكلام هذا. عروف
أنا ما أقدر أستغنى عنك، وإذا استغنيت عنك ترى ربوح يضيع، وأنت إيد اليمين، وأنت أدرى بالشيء هذا، صح؟ الفلوس يطير النفوس وما يندرى، يمكن يسويها الزمن وتبيعني. لا يا عروف، لا تفكر كذي، ترى كذي راح تزعلني منك، والأيام الجاية أبي أعتمد عليك أكثر وأكثر. أنا من إيدك هذي لإيدك هذي. تعجبني يا هاموري، والهامور يستاهل هذه اليمة، والحين استانس. بعد ما انقتل عمي راح نتنغنغ وايد وايد. بتطولون معانا بالتحقيق؟ انا ايش دراني؟ حال من حالك قاعدين. الاخ سالم؟ اي نعم. تفضل حط طلبك. شال. تفضل. سيدي. سالم برا. خليه يجلس. تفضل. شكرا. السلام عليكم. هلا سام. هلا والله. عليكم السلام. حياك. شكرا. يلا اخ سام. نعم. احنا بنستدعيكم هالايام عشان ناخذ اقوالكم، فاعذرونا، هذه اجراءات تدري لازم نسويها. لا عادي عادي، يسلم راسك، ما دام هذا شغلكم ماكو مشكله، بس المهم توصلون للحقيقه وتعرفوا من هو القاتل. هذا اللي نبي نعرفه يا اخ سام، من هو القاتل؟ عادي يا جماعه عادي، المفروض تعرفونه من اول ما قلنا لكم، ما في غيرها. مرت ابوي حنان هي اللي قاتله. وليش حنان بالذات يا اخ سالم؟ مساله عاديه، ما في غيرها، حنان هي اللي قتلت ابوي رحمه الله عليه. انتوا ايش فيكم؟ كلكم ما عندكم الا حنان؟ اخ سالم احنا ندري ان انتوا كلكم عندكم مشاكل بينكم وبين ابوكم، وبالذات انت. حنان هي اللي قاتله ابوي بالاتفاق مع فواز مدير مكتب ابوي القبلي. متفقه مع فواز؟ على شنو؟ قبل لا يموت ابوي رحمه الله عليه اكتشف انه في علاقه بينها وبين فواز، وعلى ما اعتقد يا حضره الضابط هذا سبب كافي انها تتخلص من ابوي ويفضلها جو مع فواز. ترى الكلام اللي تقوله خطير يا سالم ومحسوب عليك. انا قد الكلام اللي انا اقوله وماني خايف يا حضره الضابط. اللي خلاها تسوي هالشكل هو فواز. فواز حدها انها تقتل ابوي، وليش حقها جت البيت وابوي طاردها؟ حنان تقول ان ابوك عرف الحقيقه واعتذر لها وطلب منها ان ترجع البيت. شنو؟ كذابه من عينها كذابه. هي جت البيت عشان تاكد ان ابوي مات ولا لا؟ اخ سالم، حنان ايش دراها ان ابوك بيموت بهاليوم؟ ما ادري، بس ما حد له مصلحه يا حضره الضابط في قتل ابوي غير فواز وحنان. نادي فواز واسالوه، هو راح يجاوبكم على كل اسئلتكم، وراح تاكدوا ان كلامي كله صح. بدر انت سعاد، انا وين ما اروح اقعد قدامي؟ ايش تبين فكيني من شرج؟ اول شيء وصلني الجامعه، بعدين بقول لك ليش ما فاكتك من شري. سعاد انت ما تفهمين، ما تفهمين، ما لك شغل فيني يا سعاد، ما لك شغل فيني. اخ سالم، احنا ندري انك ما كنت راضي بزواج ابوك من حنان، تقدر تقول لنا ليش؟ فرق السن، فرق السن كبير بينها وبين ابوي، وهذا يدل انها طمعانه بفلوسه. صدمك زواج ابوك من حنان؟ اكيد صدمني، صدمني وايد مو شويه. حاولت اني ابعدها عنه بس ما قدرت. وليش ما قدرت؟ ابوي رحمه الله عليه، ابوي الله يرحمه كان وايد متعلق فيها، ما اخذها عقله. كل ما احاول ابعدها عنه هي تهددني فيه، تقول لي ان جبت لي طاري مره ثانيه ابتعدي عن ابوي يا ويلك، لا اقول لابوك. ما قدرت. اخ سالم مشكور على المعلومات، ويا ريت تنادي مدام قاده. زين حضرة الضابط، ممكن انا اي معاها؟ انا اسف، نبيها بروحها. حاضر، على خير. بدر
قالوا لك؟ ايش قلت؟ مو وقت الحكي، بعدين اقول لك. روحي مع الشرطي، مع اخي بيك. وانت بتروح معي؟ ماني معاك، هذا هو قال بيك بروحك. مالك شغل فيني يا سعاد، مالك شغل فيني. بدر، انت قاعد تمشي طريق غلط. وانت ايش دراك؟ انا ادري انت مو بدر اللي نعرفه. اوه ترى ذبحتوني. بدر اللي نعرفه وبدر اللي نعرفه، شنو بدر ملاك؟ يبا بدر انسان، انسان حاله من حالكم. سعاد رجاء خليك بحالك، والله يستر عليك. جاب لي دراستك وان شاء الله الله يوفقك. بدر انا ما بيك تندم، فكر بنفسك عدل. ريم وماتت، وابوك الله يرحمه ترى كلنا لها. انا ابيك تشوف الدنيا بعين متفائله، ترى كل اللي قاعد تسويه مو صالحك. ابيك تدير بالك على نفسك يا بدر. انا وصلت الجامعه يا سعاد. يا حبه الضابط، ترى انا وزوجي وايد متاثرين، الأسئلة هذه وايد صعبة علينا وايد. لا تنسى اللي راح أهم واحد في العيلة، إحنا ما إحنا متصورين شلون نقدر نعيش من غيره. إحنا نعرف علاقة المرحوم مسعود مع كل واحد فيكم، وخصوصا أنت. هو صحيح إن أنا كنت أختلف معاه بالرأي شوي، بس هذا مو معناته إن أنا أكرهه، والاختلاف في الرأي لا يفسد في البيت قضية. لو سمحتي بسألك بس، إيش علاقتك بالخالة تهاني؟ وايد زينة، ما عليها أخبار، نورمال. غدا، تعتقدين منو قتل سعود العون؟ حنان، حنان ما في غيرها، حنان وبس، هي اللي قتلت عم سعود. حنان، حنان سعود، الله يرحمك يا سعود، الله يرحمك يا الغالي. شلون بقدر أعيش حياتي من غيرك؟ وأنت صرت لي كل حياتي ودنيتي. شلون؟ شلون؟ بدر، فكر بالكلام اللي قلت لك يا عدل، لأنك أنت أكثر واحد ذكرني بالمرحوم مريم، ولأنك عزيز على قلبنا ما أحب يصير فيك كذي. فكر يا بدر. دلال يمه، انت وتاليتها معاك، لمتى بتتمين على هالحالة؟ خلاص يا يمه، اللي صار صار. من عقب الانتخابات وانت ما تتكلمين مع احد، ما قمنا نسمع صوتك. تحكي يا يمه، مو زين اللي قاعدة تسوينه بنفسك. دلال حبيبتي، انا قاعدة اكلمك. دلال، لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.